بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الطلاب. راح ناخذ اليوم نوع اخر من الكيرف لينير موشن، هذا الفيديو السادس على هذا الفصل، طبعا اللي هو الموشن اوف بروجكتايل. احنا نعرف انه ذا فري فلايت موشن اوف بارتيكل، يعني حركه او تحليق جسيم بصوره حره، دائما ما يعني دائما يجي بالك انه راح تكون هنالك مركبات ريكتانجولار كومبتس، مركبات عموديه. لذلك فان التعجيل لهذا المقذوفه دائما يكون باتجاه الواي، اللي هو هنا راح نفرض ان التعجيل يساوي لنا التعجيل الارضي. مثلا هذا الشكل اللي قدامنا، هنا عندنا هذا الجسيم يتحرك من هذا بسرعه في نوت، هاي هي الفي نوت، راح يعطينا في نوت باتجاه الواي وفي نوت باتجاه الاكس، لان تتحلل فهذه السرعه مائله، فتتحلل وحده باتجاه الواي وحده باتجاه الاكس، طبعا ينطلق الى ان يوصل مثلا هذا الجسيم الى هذه النقطه، فهي يعطينا سرعه في هنا، اللي هي راح تتحلل ايضا الى مركبتين في اكس وفي واي، وهذا هو الار. طبعا هذه الاكس نوت من الجسيم هنا، من كان سرعته في نوت راح يعطينا اكس نوت، وعندما وصل للسرعه في راح يعطينا اكس، وكذلك الجسيم عندما كان سرعته في نوت راح يعطينا واي نوت، بعدين عندما وصل للسرعه في يساوي لنا واي. قلنا راح التعجيل دائما ناخذه فيرتيكال دايركشن، هنا راح ناخذه باتجاه التعجيل الارضي الى الاسفل، وراح نفرض ان التعجيل باتجاه الاسفل هو مثلا سالب. طبعا اذا اهملنا مقاومه الهواء، فالقوه الوحيده اللي راح تاثر على المقذوفه اللي هي الوزن. طبعا الوزن راح يسبب انه المقذوفه راح تمتلك تعجيل ثابت باتجاه مثلا الاسفل باتجاه مركز الارض. طبعا هذا التعجيل اللي هو اي كونستانت، طبعا اي كونستانت التعجيل الثابت اللي هو راح يسوي هنا التعجيل الارضي اللي هو 9.81 متر بالثانيه تربيع، او بطريقه بالنظام السكند تربيع يساوي لنا 32.2 فيت على سكند تربيع، حيث هنا الاي واي راح يساوي لنا ماينس جي، فالاي اكس راح يساوي لنا صفر. اذا نجي هسه نحلل الحركه، احنا راح تكون عندنا هورزونتال موشن وعندنا فيرتيكال موشن. في حاله الهورزونتال موشن هنا التعجيل باتجاه الاكس يساوي لنا صفر. قوانين الحركه عندنا ثلاثه، هي الفي تساوي لنا في نوت زائد اي للتي، والاكس يساوي لنا اكس نوت زائد في نوت للتي في زائد نص اي للتي تربيع، والفي تربيع يساوي لنا الفي نوت تربيع زائد 2 اي في الاكس ناقصا اكس نوت. في حاله الحركه الخطيه باتجاه الاكس، فهذا القانون احنا بما انه التعجيل صفر فراح يصير الفي تساوي لنا الفي نوت للاكس، لان هنا التعجيل باتجاه محور الاكس صفر، وبالتالي هذا المقدار راح يصفر، فيبقى لنا الفي تساوي لنا الفي نوت للاكس. الاكس راح شو يساوي لنا؟ الاكس نوت زائد في نوت للتي زائد نص، هذا المقدار قلنا ايضا راح يصفر، فيبقى الاكس يساوي لنا الاكس نوت زائد في نوت اكس للتي، والاخيره ايضا هذا راح يصفر، راح يبقى لنا انه الفي اكس راح يساوي لنا الفي نوت. طبعا بالمعادله الاولى والمعادله الاخيره راح يفرض انه السرعه باتجاه محور الاكس راح تبقى ثابته، يعني السرعه باتجاه محور الاكس راح تبقى قلنا ثابته، اللي هي الهورزونتال كومبوننت الفي اكس هنا راح يفرضها ثابته بالمعادله الاولى والاخيره. في حاله الحركه العموديه هنا قلنا راح نفرض ان التعجيل يتحرك باتجاه اي واي، وراح نفرض انه يساوي لنا ماينس جي. المعادله الاولى راح شو يصير؟ في تساوي لنا في واي تساوي لنا في نوت للواي باضافه ماينس العفو جي للتي، والواي تساوي لنا واي نوت باضافه في نوت للواي في الزمن ماينس نصف جي في الزمن تربيع، وكذلك هاي المعادله الثالثه الفي تربيع تساوي لنا الفي تربيع للواي تساوي لنا في نوت تربيع زائدا 2 ماينس طبعا العفو 2 جي في الواي ناقصا واي نوت. هذه هي المعادلات اللي راح نعتمد عليها في حل هكذا نوع من المسائل اللي هو البروجكتال موشن. طبعا هذه ملاحظات طلعوا عليها، اللي نفس الكلام طبعا اللي حكيناه رجعنا كتبناه على شكل ملاحظات. ناخذ مثال ونعرف شلون نطبق هذه القوانين. ناخذ مثال الاول الاكزامبل اللي هو 12 سلايد او عفوا ساك سلايدز اوف ذا رام شاون ان فيجر بيلو وذ هورزونتال فيلوسيتي 12 متر بالثانيه. هذه السلاك سلايدز منزلقه، يعني جاي توقع من عندها الجسيم بسرعه 12 متر بالثانيه. If the height of the ramp
إذا كان ارتفاع الرام هو 6 متر، ارتفاع الرام هذه المنزلقة منها لهنا 6 متر from the floor، من الأرض. Determine the time needed for the sack. إيش قد الوقت اللي يحتاج الساك to strike the flower and the range are where where sacks began to the pile up. قلنا المطلوب هنا إيش قد الوقت اللي يحتاج الساك، طبعا ساك اللي هو كيس، to strike the flower حتى يضرب الأرض. إيش قد الوقت راح يحتاج حتى ينزلك من هذه الرامب حتى يضرب الأرض، وكذلك إيش قد المسافة r the range r where sacks began to build up، هنا اللي هي من المنزلقة مثلا للمكان تجمع هذه الأكياس أو الشرائح أو أي شيء. المهم هنا المطلب الأول انه نحتاج الوقت. طبعا احنا نعرف انه الداتا اللي معطينها انه قايل لك انه هذه لها سرعه في اي اكس، قايل لك ذا هورزنتال فيلوسيتي اوف 12 متر بالثانيه. اذا الاول شيء معطيني الفي اي اكس صفر. هنا طبعا الفي اي واي، العفو الفي اي اكس تساوي 12 متر بالثانيه، بينما الفي اي واي هنا معطينها صفر. ليش الفي اي واي صفر؟ لان قال لك بس هورزونتال، انه قال لك انه تمتلك فقط وذ هورزونتال فيلوسيتي، قال لك عندها فقط سرعه خطيه اول ما، وثانيا اول جسم اول ما ينطلق منه اول مره بسرعه خطيه وبعدين يبدي يتحرك بسرعه منحنيه. فهنا عندنا سرعه خطيه فقط اللي هي الفي اكس بهذا المقدار 12، والسرعه باتجاه الواي هنا بلحظه الانطلاق صفر. بعد مطينا معلومه انه الفي اي اكس تساوي لنا في بي اكس، هاي نعرفها انه الفي اي اكس تساوي لنا الفي بي اكس. احنا فرضنا بكل السرعات انه السرعه باتجاه الاكس تبقى ثابته. بعدين عندنا انه التعجيل لاي واي هو ماينس 9.81، لأنه هو راح يتحرك هنا حسب الرسم، راح يتحرك أيضا هو أيضا بدون ما حسب الرسم، هو أيضا الجسم راح يتحرك بتعجيل الأرضي الأي هنا يساوي، طبعا يساوي إن جي. فرضنا إنه التعجيل هنا سالب لأنه باتجاه مركز الأرض. المطلوب إحنا قلنا أول شيء اللي هو الوقت اللي نحتاجه حتى يوصل يضرب هذا الكيس يضرب به الأرض. إذا كذلك قلنا إحنا عندنا الفي بي واي معلومة عندنا، ذلك المطلوب من عندها قلنا الار والتايم اوف فلايت. هسه أول خطوة نجي نشتغل على الفيرتيكال موشن. The vertical distance from A to B is known. المسافة العمودية من A إلى B هذه معلومة اللي هي 6 متر. And therefore we can obtain a direct solution for TAB by using the equation. لذلك احنا عندنا المسافة العمودية بين A و B. لذلك راح نشتغل أول شيء على vertical motion، لأن مطيني مسافة عمودية. من هذه المسافة العمودية استخدم مثلا قانون الـ YB تساوي الـ YI زائد VA للـ Y في زمن الـ A للـ B زائد نصف A C في T تربيع للـ AB. هنا التعجيل اللي عندنا معلومة اللي هو التعجيل الأرضي. طبعا الـ YB هي معلومة 6، الـ YA مسافة الارتفاع لأن نقطة A هنا صفر، ما عندنا ارتفاع، عندنا فقط الـ YB اللي هو هاي المسافة من هنا تمثل الـ YB، بينما الـ YA هنا بهاي النقطة ماكو أي ارتفاع صفر. الـ VA باتجاه الـ Y قلنا أيضا صفر ما عندنا، فهذا كله راح يصفر، راح يبقى لنا زائد العفو ماينس المكان الـ A هو 9.81، والزمن تربيع من عندها راح نحصل ان T من الـ A للـ B هو يساوي لنا 1.11 سكند. هذا هو الزمن من 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 A الى B. بالهورزنتال موشن بما انه الزمن الـ TAB بعد تم حسابه، فبقى عندنا فقط الـ R، فالـ R هي تقع ضمن الـ Horizontal Motion، وبما أنه الزمن بعد صار عندنا معلوم فنقدر نحدد الـ Horizontal Motion أن الـ X للـ B تساوي الـ X للـ A زائد VAX بالـ TAB. الـ X للـ B اللي هي تمثل الـ R، الـ X للـ A هنا بهذه النقطة، الـ X للـ A ماكو أي مسافة،
اللي هي صفر. الفي اي عندنا 12 والزمن اللي يستغرق حتى يوصل من اي الى بي اللي هو 1.11، معناتها طلعنا الار تساوي لنا 13.3 متر. نلاحظ انه هنا بهذا السؤال استخدمنا اول مره الفيرتيكال موشن، بعدين استخدمنا الهوريزونتال موشن. طلعنا استخدمنا الفيرتيكال موشن لان عندنا معلومه ان المسافه اس من الاي للبي هي 6، فمعناتها نقدر او عندنا التعجيل الارضي اللي هو معلوم لانه هذا الحركه باتجاه الواي تتحرك باتجاه التعجيل الارضي، وعندنا الفي اي اللي هي مقدارها في اي باتجاه الواي قلنا مقدارها صفر، بقى مشهور واحد عندنا اللي هو الزمن وقدرنا نحصل على الزمن. من هذا الزمن قدرنا نستفاد من عنده ونروح نشتغل عليه من على الحركه الخطيه، لان الزمن ثابت بالحركه الافقيه والحركه العموديه ثابت ما يتغير، فنفس الزمن هو يبقى. فلذلك استخدمنا قانون المسافه الاكس بي ساون الاكس اي في الاي في اي اكس في العفو في التي اي بي، من عندها حصلنا على الار اللي هي نفسها الاكس بي. موضوع جدا سهل وممتع. طبعا ناخذ مثال ثاني اللي هو اكزامبل 12 13. هنا انا ذا تشيبينج ماشين، عندنا هاي تشيبينج ماشين از ديزاين تو اجكت وود تشيبس ات في نوت 9.25 فيت بالثانية. هذه السرعة الابتدائية مالتها 25 متر بالثانية. As shown in figure مثل ما مبين بالسؤال. If the tube is الزاوية 30، هذا التيوب يقول لك مائل بزاوية 30 درجة، فلذلك الفي راح ينطلق بزاوية 30 درجة from the horizontal. Determine the how high h، ايش قد المسافة h اللي هي هذه ارتفاع هذه الأعشاب اللي جمعت، ايش قد ارتفاعها. And the tube strike the pole if at this unstained they land on the pole 20 feet from the tube. إذا قال لك المسافة اللي يضرب بها هذه الأعشاب اللي تبتعد من خلال نقطة الانطلاق بمسافة 20 feet. طبعا هذا كأنما عكس السؤال السابق. هنا طبعا بما أنه طاني في نوت مقدارها 25 متر بالثانية بزاوية 30، فراح أقدر أطلع الفي نوت باتجاه الأكس والفي نوت باتجاه الواي. طبعا الفي نوت باتجاه الأكس بنقطة أو هي نفسها الفي نوت بنقطة أي، قلنا الفي نوت أكس تبقى ثابتة. هنا أنا التحليل للسؤال قال لك when the motion is analyzed between points A and O and A، يعني هنا الحركة راح تستمر من نقطة O إلى نقطة A. هنا عندنا three unknowns، عندنا ثلاث مجاهيل اللي هي ال H اللي هو الارتفاع، والتايم اللي هو الوقت من اللي استغرق الطيران من O إلى A، وكذلك الفيرتيكال كومبوننت اوف فيلوسيتي اللي هي ال A ال V A Y. الفي نوت قلنا 25 متر راح نطلع في نوت اكس، والفي نوت اكس هي نفسها قلنا الفي اي اكس، وعندنا التعجيل للاي واي اللي هو هنا راح ناخذه ماينس 32.2 قلنا باتجاه الحركه باتجاه مركز الارض، فراح ناخذ التعجيل سالب. وكذلك اللي راح نحتاج يعني او ما راح نحتاج هنا بهذه الحاله ما راح نحتاج انه نطلع الفي اي واي، لان عندنا عدد من المعاليم اللي تكفي لحل السؤال اللي هي الفي نوت اكس واللي قلنا هي نفسها الفي اي اكس طلعناها، والفي نوت واي ايضا طلعناها. من نجي نستخدم اول حركه هي الهورزونتال موشن. بالهورزونتال موشن قلنا راح نستخدم اول شيء الهورزونتال موشن، راح ناخذ طبعا باتجاه الاكس اليمين الموجب. احنا ناخذ قانون ان الاكس للاي تساوي ان الاكس للنوت زائدا الفي الاكس للاو عفوا الاكس للاي تساوي ان الاكس للاو زائدا الفي نوت اكس تي نوت للاي. الاكس للاي اللي هي معلومه عندنا 20 متر، طبعا الاكس او هنا صفر، هاي بهاي النقطه الاكس باتجاه يعني المسافة باتجاه الاكس صفر بهاي النقطة، زائدا الفي نوت احنا طلعناها الفي نوت باتجاه الاكس اللي هي 21.65، والزمن تي او اي راح هنا اللي يبقى المجهول الوحيد، راح نطلع هذا الزمن اللي هو تي او اي. ف
خلصنا من هذا الزمن وطلعنا معلومة راح تفيدنا انه حتى نطلع قيمة الاتش. نرجع لنا بالحالة انه الاتش هي ضمن الفيرتيكال موشن، فراح نستخدم قانون الفيرتيكال موشن اللي هي الواي اي تساوي لنا الواي نوت زائد الفي نوت الاكس في تي نوت اي زائد نصف الاي سي في الزمن التربيع من او اي. طبعا الواي اي اللي هي من هاي النقطة، ها من هاي النقطة لهاي النقطة، يعني من هاي النقطة من محور اكس، من محور اكس لهاي النقطة، هذه المسافة اللي هي الواي نوت. هذه طبعا شو تساوي لنا؟ هذه المسافة تساوي لنا اتش ماينس 4، يعني هذه المسافة كلها 4 وهاي المسافة من عندها ارتفاع القش هو اتش، فاتش ماينس 4 تطلع لنا اللي هاي المسافة اللي مقدارها اي. هنا الواي نوت قلنا صفر، طبعا اكيد بدايه بنهايه الحركه ماكو مسافه، زائدا الفي نوت اللي هي 12، الفي نوت باتجاه الواي هي 12 ونص، والتي نوت احنا مطلعينه، زائدا الماينس الاي التعجيل اللي هو 32، والزمن احنا ايضا مطلعينها من عندها، راح نحصل انه الاتش يساوي لنا 1.81 فيت. اكو مثال الاخر اللي هو مثال 12.4. هنا همدا عندنا تراك او دراجة جاي بحالة سباق، designed to so that the riders jump off the slope 30 درجة، انه صممت بحيث انه الدراجة تقفز بزاوية 30 درجة from a height 1 متر من خلال ارتفاع مقداره 1 متر. هذا المقدار اللي هنا هذا هي 1 متر، يعني من الاكس للارضيه 1 متر. انا خلال هذا السباق لاحظ انه الراكب بقي في منتصف المسافه او منتصف الهواء for 1.5 second، يعني 1.5 ثانيه. determine the speed at which was traveling off the ramp، ايش قد السرعه اللي يعني كان يسافر اللي قفز بها مثلا البايسكل، and the horizontal distance والمسافه اللي هي تمثل الار هي ترافلز بيفور سترايكينج ذا جراوند، قبل ان يضرب الارض، اللي هي المسافه ار من هذه النقطه لهذه النقطه اللي ضرب بها الارض، وذا ماكسيمم هايت هي وش قد الاقصى ارتفاع اللي هو بنقطه سي راح يوصله الجسم. يقول لك نقلت ذا سايز اوف ذا بايك اند رايدر، اهمل وزن الدراجه والراكب. هنا نقطه الحركه اللي هي راح تكون اي، فذلك الحركه او المسار مالتنا راح يكون اي بي. عندنا ثلاث مجاهيل اللي هي الفي اي اللي هي السرعه الابتدائيه اللي انطلقت بها الدراجه بالقفز، والمسافه ار الرينج، و vertical component velocity الفي بي باتجاه الواي اللي هي لحظه انه يضرب بها الدراجه النقطه بي. احنا راح اول ما نبدا راح نبدا بالvertical motion. بالvertical motion راح نقول ان الواي بي تساوي لنا الواي اي زائد الفي اي واي في تي اي بي زائد ماينس الاي سي تي تربيع في الاي بي. طبعا هذا تقريبا نفس المثال الاول اللي حلينا هنا. فهنا عندنا المسافه 1 متر اللي هي تمثل الواي بي، المسافه من هنا الى هنا، هذه من هنا لهنا هي تمثل الواي بي اللي هي مقدارها ماينس 1. طبعا باتجاه الواي السالب احنا قلنا ناخذ اتجاه الاعلى موجب، والواي اي اللي هي صفر. طبعا ال في اي اللي هي ال في اي في ال في اي باتجاه الواي اللي هي ال في اي في ساين 30 في الزمن اللي هو 1.5 انطيني، قال لك بقى 1.5 بالهواء منطق الزمن 1.5 زائد ماينس ان انا التعجيل الارضي اللي هو 9.8 في الزمن 1.5. بما انه الزمن معلوم فبقى عندنا مجهول فقط ال في اي، فمن عندها حصلنا انه ال في اي تساوي لنا 13.4. هذه هي ال في اي، يعني هذه ال في تمثل ال في اي اكس وال في اي واي، يعني المركبه مال السرعه. في حاله الهورزنتال موشن راح ناخذ انه الاكس بي تساوي لنا الاكس اي زائد ال في اي للاكس زائد العفو ال في اي للاكس في تي اي بي. طبعا احنا قلنا ال في اي واي هي نفسها، العفو لا
بالضبط نكمل ال في اي اكس هي نفس ال في بي اكس، بس ما راح نحتاجها هنا. فالاكس بي يساوي قلنا الاكس اي زائد في اي اكس في التي اي بي، الاكس بي هي اللي هي تمثل هذه المسافه ار، والاكس اي اللي هي صفر يعني ماكو مسافه عند نقطه الاي. فال في اي اللي هي 13.4 في كوساين 30، والزمن احنا حصلنا او الزمن هو موجود اصلا اللي هو 1.5، فراح نحصل على مقدار ار. بقى عندنا الماكسيمم، الماكسيمم هايت اقصى ارتفاع راح يصل الاقصى. طبعا in order to find، العفو، in order to find the maximum height حتى نصل الى اقصى ارتفاع، راح نفرض هنا ان راح نستخدم الطريق او الباث اي سي، راح ناخذ الحركه فقط من اي الى سي، لانه اقصى ارتفاع يصل لمن؟ بنقطه السي. هنا راح نعرف انه the time of flight اي سي غير معروف، ان الوقت اللي استغرق الجسم للتحليق من اي الى سي غير معروف، و the horizontal distance from a to c and the height h كذلك ايضا. ف at the maximum height، بس نعرف انه معلومه عندنا بماكسيموم هايت انه الفي بنقطه السي راح تساوي لنا صفر، لان اقصى مسافه يصلها الجسم كانما يتوقف بعدين يرجع ينزل بفعل التعجيل للارضي. هنا الفي اي از ناون معروفة، we can determine h directly without considering t a، بدون الحاجة إلى الزمن a c راح نقدر نحدد إيش قد قيمة الارتفاع. نستخدم المعادلة الثانية، المعادلة الثالثة اللي هي v تربيع للوات تساوي ال v تربيع العفو بنقطة c باتجاه الواي تساوي ال v a باتجاه الواي تربيع زائد 2 اي سي في الواي سي ناقص واي اي. طبعا هنا الفي تربيع سي باتجاه الواي بهاي النقطه قلنا صفر، بينما الفي اي واي تربيع عندنا معلومه اللي هي 13.4 ثانيه 30، 2 التعجيل هنا هو التعجيل الارضي، الواي سي اللي هو الاتش ماينس 1، والواي اي اللي هي صفر. من عندنا راح نحصل الاتش تساوي 3.28، بس الواي سي اللي هي الارتفاع، هذا الارتفاع من هنا هذا الارتفاع اللي اقصى ارتفاع يصل الى الجسم اللي هو قلنا شنو اتش ماينس 1، يعني من القفزه منها من يعني من الارتفاع ناخذه عن بعد محور الاكس، فقلنا من اللي هنا عندنا اتش احنا ومن اللي هنا هي 1، فالقفزه الفعليه اللي هي اتش ماينس 1. اكزامبل 12 15، راح يبقى هذا واجب عليكم، وان شاء الله تحلونه، واي شيء صعب عليكم نتناقش به احنا وانتم بالبث المباشر ان شاء الله، اللي راح يكون يوم الاحد الساعه 5 العصر. اللي هنا نتوقف موضوع الكيرف لينير موشن اللي اخذنا اليوم، اللي هي اخر موضوع اخذناه حاليا اللي هو البروجكتايل. ان شاء الله بالفيديو الجاي راح ناخذ الكيرف لينير موشن اللي يضمن النورمال والتانجل كومبوننت. شكرا لكم والى اللقاء.